السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة لليوم الموضوع الموعود بتاعنا بإذن الله. طبعا مش عارف أصور منهم قاعدين رايحين جايين رايحين جايين، وبصراحة الموضوع بقى قلق. يعني أنا كنت بصراحة غيرت رأيي فيهم خالص، يعني كانوا محترمين ومؤدبين جدا، لكن الوضع بصراحة بقى يعني شراسة مفيش بعد كده. انا سحبت الكلام اللي انا قلته كله طبعا، بالشكل جامد. عايزين يخرجوا، مش طايقين الحبسه خالص. طبعا مش عارف اقول لكم ايه. طبعا في واحد تاني، انا ظهر ليا تاني واحد بالشكل برضو بيضرب فيهم ومهيج الدنيا خالص معايا. طبعا طلعت الباشا فوق اهوتي مع اخوه، بقى يطحنوا بعض، يضربوا بعض، يموتوا بعض. انا خلاص، ولكن برضو انا عايز اقول لكم حاجة، البشوات برضو بعدوا يزعقهم، وتقريبا هم بيتكلموا كلام اللي تحت فاهمينه. ساعة لما يكلموا او يزعقوا يتكلموا بالصوت دوتي، تلاقي الشباب اللي تحت ده هيتهبل وخايف ان حد هيجي ياكله، وقاعدين يلفوا وينطوا وحاولوا ان هم يخرجوا خايفين جدا. فانا النهاردة اتفقت مع ام حمزة ان انا هنذبح اللي فوق دولي، وامرين الله بقى وربنا يستر. انا مش عارف بصراحه، يا ترى انا عندي هنا كوره لسه في الدول، اللي طبعا زي ما انتم شايفين الابيض كله شبه بعضه، ما انتش قادر تحدد. لازم بقى ايه تجنسه من عند ايه الفتحه المجمع بتاعه، وتشوف بقى الذكر من النتايه بالطريقه دي. يعني ليه مش هينفع الا كده. طبعا دول ما شاء الله وصلوا سن زي ما احنا قلنا النهارده 30 يوم بالتمام والكمال. بس انا برضو مش مستوعب، انا عندي الذكورة بدأت تذكر سن 25 يوم. الناس اللي هي بتربي سمان ابيض، هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ يعني انا عندي السمان الياباني ما بدأش يذكر الا بعد 32 34 يوم، دولي بيذكرهم الذكورة وعايزين يلقحهم من سن 25 يوم. وده برضو انا مش هقدر احدد الكلام، مش عايز، مش هتكلم في الموضوع برضو علشان ما يبقاش في احراج ولا حاجة للناس المربين اللي هم كبار اللي هم بتوع المزارع، الا ما اتأكد انا بيني وبينهم ان السمان ده يبيض باذن الله. لان طبعا المعروف ان السمان دوتي بيبدأ بيبيض باذن الله من سن 42 يوم لغاية 45 يوم. تمام، وزي ما انتوا شايفين الحمد لله السمان بصحة جيدة، عشان ما حدش يقول بقى ايه لا اتأخر ولا عشان كان تعبان ولا عيان. وبإذن رب العالمين الوقت ان شاء الله هنروح نوزن علشان نعرف وزن السمان بتاعنا دوتي سن 30 يوم، على ما هم بيقولوا ان هم مخرجينه 15 يوم. يعني برضو هنشوف بإذن الله. ما شاء الله، انا يعني انا حاسس ان هم وزنهم هيبقى حلو بإذن الله. وطبعا عشان برضو اوريكم الفرق بين السمان حجم، يعني السمان ده شايفين انا يعني ماسكها بكل ايدي اهي، تمام اهو، وزنها مش 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 خفيف يعني. ونشوف برضو السمان اللي نفس سنهم، ده الياباني بتاعي اللي هو طالع عندي اصلا. طبعا الناس اللي بتشوفنا لاول مرة، اللي عايز، انا طبعا انا مفقس دول عندي في الفقاسة اللي هي المنزلية ما شاء الله، وطلعوا مهمن وحلوين. ده سن 30 يوم برضو يا جماعة، وهنعمل ان شاء الله مقارنة الوقت بينهم وبين في الوزن، ونشوف في الوزن بتاعنا هو اللي حقق اكبر حجما او اكتر وزنا. يعني هنوزن ان شاء الله باذن الله. يلا بينا علشان ايه ما نطولش الفيديو على الناس، عشان الناس بتضايق. يلا بينا. وده يا جماعة كده واحدة، يعني نستمر كده. بسم الله. خافة يا بنتي. بنتي؟ لا دي هنشوفها دلوقتي. بتعلم القرودية. وأنه قرودية؟ أنه قرودية؟ بسم الله. أنه قرودية؟ خافة يا بنتي. بسم الله. 183 جرام يا جماعة. هنشوف ده بقى ذكر ولا انتهي، عشان تشوفوا. بصوا يا جماعة، بنمسك السمانة كده وبنحط ايدنا على فتحة المجمع من ورا كده، وبنفتح كده من ورا. ده البه ذكر، ماشي. هتشوفوا الفتحة بتاعته تلاقيها صغيرة،
ماشي صغيرة ازاي، هنشوف ان شاء الله نتاية تانية او نتاية ونوريكم النتاية شكلها عامل ازاي. وده واحد تاني اهو، بسم الله ما في اوان، 187 جرام. بسم الله، حش اللي بقع ده يا ابو حمزة احسن يجرى له حاجة. وده واحد تاني اهو، تالت بقى، تالت 222 جرام. طيب نشوف دي بقى ذكر ولا انتهى كده، اللي هي حجمها اكبر دي. بص كده من ورا، بسم الله. ديت يا جماعة ان شاء الله نتاية، دي يعني بفتحة المجمع بتاعتها كبيرة اهي، تمام، واسعة، دي بتاعة البيض دي. تمام ماشي، فهنشوف برضو، لان هو برضو مفيش فيه بلوغ يا جماعة، مفيش فيه بلوغ؟ لا لسه. طب هات السمنة اللي كانت واقعة جنب البوتاجاز. لا لسه. بسم الله بسم الله. ده تذكر يا ابو حمزة، ده ذكر ياباني، بتاع ياباني. 165 جرام، 162 جرام. ماشي طبعا، ولا ذكر ولا اي حاجه في الدنيا زي الابيض، لسه زي ما هم. دي انت يا بقى، دي قمشه يا جماعه، ايه دي، حاسب لحسن تقع تاني. 150 جرام تقريبا، يعني 150 جرام. 150 جرام. ودي يا جماعة أنثى برضو اهي، بسم الله، 117 جرام. بيتفاوت وزنه، يعني أنا عايز أقول إن فرق كبير جدا بين الأبيض والياباني. والياباني يعني الياباني وصل، الأبيض وصل منه ال 2 كيلو أهو، 200 جرام. 200 ماشي، ودول أقصى حاجة فيه 165 جرام باين. طبعا يا جماعه قبل ما اختم ان شاء الله، انا عايز اتكلم على حاجات كده على السريع. بشوف بعض الفيديوهات بيقولوا ان السمان بيحتاج ان هو ياكل دود علشان ياخد منه بروتين وكلام من ده. طبعا يا جماعه الخير، معلش يعني بقى باذن الناس اللي بتصور الفيديوهات ديتي، انا دلوقتي انا بربي السمان ده علشان اكله، تمام. فانا لو انا اكلت دود انا هيعتبر كده ان هو من الطيور الجارحه، تمام. فانا يتهيالي يعني، طبعا انا لا يعني مش هقدر احلل ولا احرم، بس كده يا جماعه احنا دخلنا في حرمانيه ان احنا اكلناه الدود ده. طبعا هو انا مش عارف بصراحه ان كان حلال ولا حرام، بس برضه يعني انا بالنسبه لي انا هاكله، انا ما عنديش استعداد ان انا اتقبل ان انا اكل السمان بتاعي دوت دود وبعدين ارجع اذبحه واكله. ده حاجه يعني بصراحه انا بالنسبه لي عمري ما هعملها، لان حاجه مقززه، حتى لو مش هربيه خالص عمري ما هعمل معاه كده ان انا اكل. وبعدين معلش انا حاطط له عنده العلاقه بتاعته، فيها البروتين وفيها الاملاح وفيها كله، بنديله جميع الحاجات اللي هي تقدر ان هي تخليه يبقى كويس باذن الله، وزي ما انتم شايفين الحمد لله كويس جدا، تمام. مش محتاجين ان احنا ناكل دود ولا ناكل لكلكه من الحاجات اللي الناس بتتكلم عنها دي، تمام. وبرضو بعض الناس بيقولوا طب ما تحط له رمل تحت رجليه علشان ده يبقى كويس لانه بيحب يلعب وكده. انا عارف الكلام ده والله، بس طبعا زي ما انتم شايفين الفقاسه اللي هي الحضانه بتاعتي دي، البطاريه زي ما انتم شايفين ان هي سلاكه، وتحت السلاكه درج بعيد عن بعضه، بعيد عنه حوالي مثلا ما يقرب من اكتر من مثلا 10 سنتي ولا حاجه. فاستحاله ان انا اقدر اعمل فيه كلام ده، اني احط له رمل ارفعه له لدرجه انه يوصل لفوق. وبعدين طبعا زي ما انتم عارفين الكميه بتبقى كبيره في المكان، فطبعا لما انا بالنسبه لي لما مثلا بيبقى في فضلات انا بشد الدرج دوني وبنضفه، وعندي بالجاروف ده اهو، بالجاروف والقشطه دي يعني، ماشي، بنضف له وبخلي المكان تحته زي الفل، وبننضف الحاجه الموضوع في 5 دقائق بنكون مخلصين له ومنضفين له، تمام. فانا احط لهم رمل، طب الرمل ده لما يتملى عك اعمل ايه ساعتها؟ هيبقى الموضوع صعب عليا جدا ان انا اعمل الموضوع ده. وبعدين انا برضو بحاول ان انا يعني انا المشروع ده انا عامله اصلا يعني هو مش ليا انا بس شخصيا، ولكن في الاصل ان انا بعمله علشان خاطر الناس اللي هي يعني نفسها ان هي في تربيه السمان، تمام، تربي سمان ويعني ما عندهاش مكان. انا والله بربي يا جماعه في متر في متر، كل البوكس اللي انت شايفين ده والمكان دواني، وحطيت وربيت فيه 10 فرخات من اللي هو الفرخ البيضة، والحمد لله طلعتهم وكانوا زي الفل، وربيتهم على الارض، كنت بحط لهم نشارة، وربيتهم برضه
فرقه في القف الاقفاص دهيتي والله مطرح السمان، وما شاء الله ادوا حجم اكتر من 3 كيلو وربع في خلال وقت وجيز جدا، وكان قليل الامراض، لان طبعا الفضلات بتاعتهم بتبقى بعيده عنهم. فاصلا هي اصلا اليومين دول موضوع تربيه الفراخ في اقفاص حتى بيبقى لها سعر اعلى من السعر اللي هو بيتربى على الارض. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين دول الشباب، دول الذكور قدامكم اهي ان شاء الله. طبعا الناس اللي عايزه تعرف الذكور من الاناث اللي عندي فيديوهات يرجع للقناه بتاعتي علشان يعرف الذكر من الانثى. تمام. وكده يا جماعه الخير يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وانتظروا ان شاء الله، الله المستعان بقى ايه. طبعا السمان الابيض ده زمان احنا قلنا سن 30 يوم، فباذن رب العالمين نصوره ان شاء الله بعد ما يتم ال 40 يوم علشان خاطر ايه نشوف ونتابع، يا رب يصلح الحال بقى ويبدا يبيض علشان نشوف الاحوال بتاعتنا ايه. طبعا هو ان شاء الله لو كلامهم مظبوط يبقى ان شاء الله قدامي من 12 ل 15 يوم على السمان ده لما يبيض. طبعا هيبيض في اي وقت هصوره لكم ان شاء الله وهوريلكم، ويا رب يطلع ظني خيب ظني يعني، ويكون الكلام الناس صحيح وانا اللي ايه اللي تخضيري غلط بالنسبه للسمان ده. طيب يا جماعه كده وانتهى الفيديو بتاعنا، وجزاكم الله خيرا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسليش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واحبكم في الله.